هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بجميع مؤسساتها على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة لإرضاء المواطن السويسري كغيره من المواطنين. وفي هذا الإطار أعلن مدبولي أن الدولة بصدد البدء خلال الفترة القادمة في إدراج القطاع الريفي بمنطقة حي الجناين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كان دايما اهالي السويس بيقولوا ان احنا صحيح ان احنا بيطلق علينا محافظة حضرية، ولكن هناك قطاع ريفي كبير وهو منطقة حي الجناين، وكانوا طالبين طبعا، وكان في هناك يعني طلبات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بانها تدرج ضمن مبادرة حياة كريمة، وكان توجيه سيادته للحكومة ان فعلا يتم ادراج القطاع الريفي في محافظة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، وده فعلا إن شاء الله هنبدأ فيه خلال الفترة القادمة علشان برضو نغطي الجزء أو القطاع الريفي اللي هو متمثل ما زي ما اتكلمنا مع سيادة المحافظ في حي الجناين إنه يبقى داخل أيضا في مبادرة حياة كريمة، وبالتالي مشروعات حياة كريمة اللي بتتعمل أيضا في منطقة حي الجناين.